يا ماما. ايه يا سلوكة، صباح الخير. صباح النور. فين ام نية اختك؟ نايمة كل يوم على اللي هي فيه ده. انا مش عارفة اعمل ايه معاها والله. انت جدع يا سلوكة، عارفة يا سلوكة انت كل حاجة فيكي حلوة ما عدا حاجة واحدة بس، لسانك اللي عايز قطعه ده لو يتزبط هتبقي مية مية. ماما لو عايزة تمشي انت وانا استنى ام نية وبيحنا وبيحنا عادي. انا عارفه والله يا سوكا ان انت لو سبتك هتبيعي كل حاجه، بس استني بس تاخد الكلمتين بتوعها على الصبح. اقعدي يا سوكا. اهلا اهلا. ما لسه بدري يا ست هاني، تصحي متاخر وتجيلي متاخره ساعه وتيجي اوقفك على الفرش ما بتبيعيش كيس شيبسي واحد. نفسي افهم ليه الادب كله فيكي بس ولا عندك مهاره بيع ولا صحيان بدري ولا تركيز ولا اي حاجه يا امنيه. مش عارفه ايه اللي حصل لك. انا اسفه يا ماما. والنبي يا سوكا الحقيها شويه كده وعرفيها تبيعي ازاي، بس ما تعلمهاش بلسانك الوحش ده. عارفه يا ماما لساني ده هو اللي بيخليني ابيع. ماشي يا سوكا، ربنا يستر. بصي يا سوكا انت النهارده هتقفي على الطماطم عشان كمياته اكبر وانت بتبيعي احسن. تمام. وانت يا امنيه على الجبنه هنا. يلا يا رب تبيعي كيس واحد وتفرحيني. حاضر. انا رايحه مشوار وراجعه لكم تاني. ماشي يا ماشي. انت بعت؟ نعم. تعالي اقعدي هنا. حاضر. بيعي كل ده. بس على فكره انا ما رضيتش اقول لماما اللي انت بتقفلي عليا الباب ومبطر اللي انا نط من الشباك. عارفه انت لو قلت لماما اعمل فيك ايه اجيب طوبه وانت نايمه وافتح لك دماغي. خلاص خلاص يلا اقعدي هنا. بيعي الشفت ده كله. حاضر. اوعي تبيعي حاجه من هنا. مش هبيع حاجه. يلا شيبسي، عندي الشيبسي، عندي شيبسي بيكسب مفاجآت كتيرة قوي وهدايا. يلا مين حظه أحسن؟ في مفاجآت كتيرة قوي بطعم الطماطم. يا بابا. ايه يا يوزا؟ انا عايزة شيبسي بالجن. تعالى اجيب لك يا حبيبتي. السلام عليكم. السلام عليكم. عايزين اتنين بالجبنة. ده بايظ مش للبيع، امي راح ترجعه. بايظ فيه يعني؟ من زمان معفن. طب واللي جنبك ده بايظ كمان؟ لا سليم. خلاص يا بابا انا عايزه بالطماطم يا بابا. معلش يا فوزه المره الجايه اجيب لك بالجبنه. ماشي ماشي يا بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بص بقى احنا عايزين اتنين اربعه بالطماطم. اربعه بالطماطم؟ اقعدي يا حيانه عشان تاخدي حظك يا حيانه. يلا معلش مين حظه احسن؟ مين؟ افتحي يا يوزه كده يلا وهنا حظك. بتعملي ايه؟ ايه؟ ترسانة نحلة؟ وهنا كده؟ واو الله جميلة. افتحي استنى نشوف حياة ايه تكسب ايه؟ يلا يا يويو. بالونة الله الله بالونة. انتوا الاتنين حظكوا احسن. خدي بقى فلوس تاني جربي حظك كمان مرة. ماشي يا بابا. اتفضلي. عارفة بيشتروا ليه؟ عشان اللعب اللي فيه بس. انا عارفة انا عارفة. والله. ده جميل عشان اللعب اللي فيه بس. الله بالونه الله حظي. ادي بقى واحد لحياه جرب حظها يا جمال. يلا يلا يا حياه افتحي. خدي يا فوزي امسكي دول. ادي افتحهولي. خالص وين 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 انت كسبتي ايه؟ كسبتي ايه وين؟ الله ايه؟ الله وين بابي على شكل فراشه. مبسوطين يا ولاد؟ اه يا بابا. كده كام يا حبيبتي؟ كده يا عمو. بصي بصي سابوه اهو بيجيبوه عشان يلعب بس. 20 جنيه يا عمو. احلى 20 جنيه. شكرا. مبسوطين يا ولاد؟ اه يا بابا. مين حبيب بابا؟ انا. مين روح بابا؟ انا. مين جوز ماما؟ انا. ادي بوسه بقى. ادي بوسه يا حياه يلا عسوله. حياه ادي بوسه. ادي بوسة. يلا بينا. يلا معايا الشيبسي اللي بيكسب. مين حظه؟ نعم. تتكلميش كتير انا عاوزه انام. انا ما رضيتش اكلمك عشان ابقى لي في حقك. طيب يلا مين حظه احسن؟ لو سمحتي عايزه كيسين شيبسي لو سمحتي. امنيه؟ نعم. هي مالها دي؟ معلش هي تعبانه ما نامتش طول الليل. معلش. ماشي انا عايزه كيسين شيبسي. ماشي. Ha ha ha!
جميله والله. هيفتحوها؟ انت عارفه يا امنا انا بحب اشتري من عندك ليه؟ ليه؟ عشان الشيبسي بتاعك ده بيكسب هدايات كتير قوي اكتر من بره. بجد؟ بجد. وكم ممكن تكسبي بابت؟ حظك جميل قوي على فكره. بس كلها ما بتاعتك كمان تاني برضه. ماشي يا امنا. بصي بقى خلي دي ليكي واحده لماما. ماشي اتفضل. باي باي يا مات. باي. بتي امنية نعم. انت عارفه لو حد صحاني تاني انا هعمل ايه؟ طب انا اعمل لك ايه؟ طيب انا هاكلك. خلاص طيب ما حدش يصحيني تاني. حاضر. بابا. ايه يا حبيبتي؟ عايزه شيبسي بالجبنه. عايزه شيبسي بالجبنه؟ اه يا بابا. حبيبتي لا لا يا عمو. بص هي نايمه وعمو ما نامتش طول الليل يا عيني. سيبها والنبي. خلاص ماشي. عندك شيبسي بالجبنه؟ لا انا عندي بالطماطم. عندك بالطماطم؟ الطماطم جميل قوي على فكره. بتحبي الطماطم؟ ماشي ماشي يا بابا. طب عايزين اتنين. عايزه اتنين؟ ده اللي بيكسب هدايا صح؟ اه ده بيكسب هدايا كتير قوي. يلا يلا يا زوزو شوفي حظك يا حبيبتي. يلا على مهلي افتحه لك. ماشي يا بابا. شكل حظك جميل قوي. الله قلم. ايه ده؟ الله حلو قوي. جميل قوي. هشوف حظي انا بقى. ماشي. تتوقعي كده هكسب ايه؟ مش عارفه. نحله. الله حلو قوي يا بابا. بس القلم ده ينفعك في المدرسه احلى. ودي كده كام يا حبيبتي؟ كده يا عم 10 جنيه. 10 جنيه؟ اه. انت عايزه واحد تاني؟ بابا إيه؟ كل يوم هنلاقي شيء من عندها. حاضر اللي انت عايزاه. انا عندي كام زوزو بس هي واحده. شكرا يا بابا. يلا يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. عفوا يا عمو علي. يلا عندي شيبسي اللي بيكسب. يلا مين حظه احسن؟ مين عايز يشوف حظه؟ يلا عندي شيبسي اللي جواه هدايا كتيره ومفاجآت. بابا ايه يا حبيبي؟ عايز شيبسي يا بابا. اللي انت عاوزه كريمو حبيبي. باش مهندس كيمو يختار اللي هو عاوزه. يلا اختار اللي انت عاوزه. واحد اتنين تلاتة. هاخد اتنين بس يا بابا. اتنين؟ ماشي. واحد اهو. انت حبيبتي حبيبتي صحي النوم. ايه ما نمتيش ولا ايه؟ باش مهندس كيمو عاوز يشتري منك. يبقى ايه؟ باش مهندس كيمو هو اي نعم مزعلني منه. ملحق وملحقين كل سنه بس ان شاء الله هيبقى باشمهندس. طب ملحق السنه اللي فاتت؟ اه لا ملحقين واللي قبليها ملحق واحد. وهيطلع باشمهندس صح؟ ايوه طبعا قد الدنيا ان شاء الله. وعاوز يجيب الشيبس. اه اللي بيكسب صح كيمو؟ صح. ما بيكسب. اه ابنك ده انا عمري ما شفت اتفه منه. جاب ملحق مرتين هيطلع باشمهندس ازاي يا عم؟ اما اقول لك حاجه اخره يطلع سباك يبيع شيبسي جنبي يشتغل في قهوة ده آخره. أنا عملت لك إيه طيب؟ هو إيه اللي عملت لي؟ مصحيني من النوم وجاي تشتري شيبسي وأبوك بيقول لي باشمهندس. باشمهندس إيه يا ابني؟ إيه ده أنا بضحك على نفسي ولا إيه؟ آه صح والله عندك حق. جاي ملحق السنة اللي فاتت وملحق تاني. حد يا ابني مهندس بيجيب ملاحق يا ابني؟ هو أنت بتسمع كلامها؟ أيوه يا ابني عندها حق يا ابني. عندك حق. وكمان بالحلقه اللي انت حلقها لي ديت انت مش هتنفع خالص. هو باص طالما حلق الحلقه دي يبقى باص خلاص. انا عارف انت مش هتنفع لاي حاجه خالص يا حبيبي. انت مش هتنفع. اكيد يا حبيبي. بص بقى يا عمو. قد كده يا حبيبي. قول يا حبيبي. حط الشيبسي ده مكانه. اه حطيته اهو. ويلا امشي عشان عاوز انام وما ببيعش الشيبسي ده عشان باي. تقريبا قلت كده اكتر من 100 مره. عندك حق. عندها حق والله. اجيب لك شيبسي ليه يا ابني؟ هتجيب له شيبسي عشان هو هايف. انت بتطوع عشان هو هايف. يلا قدامك يابا. يلا يلا ذاك يا حبيبي كلمتين ينفعوك يا حبيبي بدل انت فيه ده. هعمل ايه مع الناس مستخسره فيا النوم؟ عارفه لو حد جه هنا لو من اخر الشارع تروحي له تقولي له ما اتحدش يصحيها عاوز انام. ما بنامش انا. ماما. نعم يا بطة. انا عايزه شيبسي من اللي بيكسب بالطماطم. حاضر يا بطة تعالي اجيب لك.
ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا طنط؟ عايزه اتنين شيبسي اللي بيكسب. طب يا طنط ينفع تاخدي اخر اربعه عندي عشان عايزه اروح؟ خلاص اللي انت عاوزاه اخدهم منك. شكرا يا طنط. ماما نعم. والنبي يا ماما خدي من الاربعه، انا اتنين وانت اتنين. خلاص ماشي يا بط. افتحي واحد يا بطه كده وانا هفتح واحد ونشوفوا حظ مين احسن. ماشي انا حظي احسن. ماشي بابت طلع لي نحله. هاتي التاني كده يلا شوف حظ مين احسن. بابت ساعه. الله وانا بالونه كده. انت حظك احسن. ماشي يا حبيبتي كده كام يا حبيبتي؟ كده 25 جنيه. ماشي اتفضل. شكرا. شكرا يا حبيبتي. كده مبسوطة يا بطة؟ مبسوطة قوي يا ماما، ربنا يخليكي ليا. يلا يا حبيبتي. يا سحر يا سحر بتصحيني ليه؟ انا بعتلك كل حاجة. ماما زمانها جاية، انا عايزة اقعد مكاني. بصي بقى يا ماما، لو بحتي وباك واحد بس من دول طبعا انت عارفه هعمل فيك ايه. مش محتاجه اقول انا مش هبيع حاجه. خلاص كل اللي يجي لك ايه بايظ وحش معفن ماما هترجعه. حاضر. بايظ حاضر. ما تبيعيش حاجه. مش هبيع حاجه. لا مش مصدقه عينيا يا سحر. بسم الله ما شاء الله عليكي. ده انا بعيال من بدري يا ماما مستنياكي. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا سحر، كماكه كبيره قوي وانت بس. انا عارفه ان انا سايبه واحده جدعه قاعده. معاكي الفلوس؟ اه في جيبي. جدعه يا سحر. ما شفتش كيس واحد متباع يا امنيه ولا كيس. يا حبيبتي حبيبتي انت طيبه زياده عن اللزوم. حبيبتي مالكيش في البيع والشراء كده خالص خالص. مش عارفه تكسبي زبون واحد بس يا امنيه. بصي يا امنيه اللي انت فيه ده ما ينفعش، وعشان انتي مش نافعه ولا في بيع ولا في شراء حبيبتي اقعدي ساعديني في شغل البيت وركزي في مذاكرتك بس، مش طالبه منك حاجه تانيه. يعني مش هبيع؟ لا مش هتبيعي تاني خالص. ماما يا ماما ربنا يخليكي ليا يا ماما، ده انتي احسن ام في العالم. قولي ده انتي طيبه وجميله يا ماما وابدع ام في العالم. ده انتي يا ماما جميله قوي يا ماما. اوعي تكوني مش بتبيعي عشان اقعدك في البيت. لا يا ماما خالص يا ماما. ماما خالص يا ماما. انت هتخليها تقعد في البيت ولا انا اشتغل؟ ايه ما هي قدامك هي ولا عارفه تبيع ولا عارفه تشتري يا سحر. انت اللي الناس بتحبك باين عليهم حابين لسانك يا سحر. انا ابيع؟ اه بصي بقى لسانك حلوه قوي. بصي دي نص الكميه اللي كانت هنا، مش هتاخد في ايدك نص ساعه. بيعيهم وتعالي يلا. ماشي ربنا يخليكي ليا يا ماما. يلا قومي عشان تتغدي. خلصي وتعالي اتغدي. باي باي. باي باي سحرت. انا مضطره ابيعهم بس اعمل ايه؟ عندي شيبسي عاوز اروح العب مع اصحابي. عندي شيبسي عندي شيبسي، تعالوا اشتروا شيبسي. هي فين اللي كانت هنا؟ اللي كانت هنا مش بس انا عندي شيبسي جميل. لا مش جبنه وبيكسر. مش عايزه اشتري منك. ليه؟ اصل بابا قال لي ما تاخديش من عندها حاجه عشان انت اسلوبك وحش. والله عاملك حلو مش عاملك وحش تاني. والنبي تعالي اشتري من عندي. هزعل بابا عشان خاطرك يعني. يلا عندي شيبسي والنبي تعالوا اشتروا شيبسي عاوزه اروح. تعالوا اشتروا شيبسي يلا. تعالى يا احمى على ماما على شيبسي. لا يا امي الشيبسي رز وحياه. الشيبسي ده بايظ يا امي. لا يا عم لا هي اللي قالت لي. لا يا عم انا كنت بهزر معاك، ده مش بايظ. بتهزري معايا او انت عارفه ليش بتهزري معايا؟ انت صاحبتي بتهزري معايا؟ انت من سني؟ لا ايه بهزر معاك دي؟ وده بايظ اصلا. لا سليم والله دي ما عندكيش دم والله. يلا يا امي يلا. اما هو بايظ بتبيعه ليه؟ بس مش عارف يا امي. يلا عندي شيبسي، حد يجي يشتري مني شيبسي عاوز اروح. يلا عندي شيبسي. يلا عندي شيبسي. باشمهندس عندي شيبسي جميل والله. باشمهندس دلوقتي باشمهندس. ايوه باشمهندس. الصبح كنت سباك وقهواجي، دلوقتي باشمهندس يا معفنه. صاحبتك فين عشان اشتري منها؟ ماشي بس انا عندي شيبس احسن منها والله. مش هشتري منك عشان انت معفنه وقاف على اول الشارع، واللي هيجي يشتري من عندك اقول له شيبسها معفن يا معفنه. والنبي اخر مره اقول لك سباك يا باشمهندس. انت باشمهندس والله ابدا يا معفنه. المعفنه اهي المعفنه اهي. يلا يا معفنه. عنده حق، ما انا كنت عماله ازعق للناس واشتمها.
انت السبب يا امنيه، انت السبب، مفكرك تقعدي معايا على طول تلحتي هتمشي. عندي شمسي.